الثاني عشر من يوليو من عام 1992، توفي الشيخ سيف بن عبد العزيز بن محمد الرواحي. كان فقيهاً وقاضياً وناظماً للشعر من وادي المعاول، تتلمذ على يد الشيخ محمد بن شامس الرواحي والشيخ سالم بن محمد الرواحي، وتولى القضاء للإمام الخليلي. من آثاره النبع الفائض في أصول الفرائض والنفحة الوهبية، وهي شرح للامية الشبراوي في النحو، ورسالة في التهذيب والأخلاق، وأدعية وأسئلة وأجوبة نظمية. الثاني عشر من يوليو من عام 2014، أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن نتائج استطلاع الرأي حول توجهات الشباب العماني. جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكان الذي يوافق الحادي عشر من يوليو من كل عام، والذي احتفل به تحت شعار الاستثمار في الشباب.